مدبولي يكلف بإعداد خطط تنفيذية لتنظيم الأسرة ويؤكد العمل على توفير التمويل اللازم لها. الوطنية للانتخابات تعلن قبول 4006 مرشحين الفرد وثماني قوائم في انتخابات مجلس النواب. مرصد الفتاوى التكفيرية يدعو إلى مواجهة الأبواق الإعلامية لجماعات الإرهاب والتطرف. الثانية عشر ظهراً العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، مرحباً بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. نبدأ مع حضراتكم مشاهدينا الكرام هذه النشرة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لارتباطهما الوثيق بقدرة الدولة على تحقيق العدالة والكفاية الاجتماعية. وخلال اجتماعه لمتابعة جهود تنظيم الأسرة بحضور وزراء التخطيط والصحة والإعلام والتضامن الاجتماعي، كلف مدبولي بإعداد خطة تنفيذية متكاملة للتعامل مع ملف تنظيم الأسرة، مضيفا أنه لا يزال يواجهنا طريق طويل من التحديات فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الملف، على الرغم من أن الدولة قطعت شوطا كبيرا فيما تبث من برامج توعوية. كما شدد على أن نجاحنا في ملف الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات في المستقبل. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحين في دوائر النظام الفردي وثماني قوائم في الدوائر المخصصة لنظام القائمة. أكدت الهيئة أنه باعتبارها المشرف على إدارة هذه الانتخابات والتي ستجرى في إطار التعددية منذ الدعوة للترشح كانت على مسافة واحدة من الجميع وتعمل في إطار واحد تحكمه الشفافية والنزاهة، وذلك بضمير قضاتها القائمين على العملية الانتخابية بجميع مراحلها واضعين نصب أعينهم إعلاء حكم القانون. وجهت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بتفعيل غرفة عملية الوزارة لمتابعة العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات. أكدت الوزيرة في بيان لها أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في عملية التصويت. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أن المرحلة الأولى لتصويت المصريين بالخارج ستعقد أيام 21 والثاني والعشرين والثالث والعشرين من أكتوبر المقبل. أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية على ضرورة مواجهة الأبواق الإعلامية لجماعات الإرهاب والتطرف، والتي لا تسعى إلا لنشر الفوضى والإرهاب. دعا المرصد في تقرير له إلى ضرورة التوعية الشاملة بشبكات الإرهاب الإعلامية ومصادر تمويلها وفضح أهدافهم ونياتهم وأجنداتهم، ومشددا على أن معركة التنمية وتطوير العشوائيات هي ضرورة للحفاظ على الأمن القومي وتجفيف منابع العنف وقطع الطريق على الإرهاب. فضائح مستمرة لقناة الجزيرة القطرية، والتي تعد منبرا للتحريض ضد الدول العربية، وذلك لتنفيذ مخططات تنظيم الحمدين لتخريب المنطقة العربية، وهو المنبر الذي يعد ملاذ الجماعات الإرهابية للظهور عبر شاشاتها والتحريض ضد الدول وبث أفكارهم المتطرفة والإرهابية من أجل التأثير على استقرار المنطقة. وصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي السخرية من قناة الجزيرة نظرا لشهرتها في اختلاق الأكاذيب والأخبار المفبركة، ومؤكدين أن تناول الجزيرة الأخبار يتم بطريقة مضللة. بين الحين والآخر يسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قناة الجزيرة الراعي الأول للإرهاب في العالم، ونظرا لشهرتها في الكذب والفبركة
يدعو رواد التواصل الاجتماعي للمشاركة بتغريدات تحمل أخبارا شبيهة بالأخبار والتقارير المزيفة التي تبثها القناة القطرية. ولاقت الحملة الساخرة التي جاءت تحت وسم غرد كأنك الجزيرة استجابة سريعة وكبيرة، حيث انضم لها آلاف المواطنين من مختلف الدول العربية بسيل من التغريدات الطريفة. وقد أكد مدونون أنه قد يتبادر إلى ذهن البعض أن ما يتم تداوله تحت وسم غرد كأنك قناة الجزيرة من باب التندر والتسلية، ولكنها حقيقة تثبت ما تقوم به قناة الجزيرة في صناعتها للأخبار بطريقة ماكرة ومضللة. ومن بين هذه الأخبار تحت وسم غرد كأنك قناة الجزيرة جاءت تغريدة أحد المواطنين يقول فيها نقلا عن الجزيرة انهيار الدرهم الإماراتي وهبوط بورصة أبو ظبي إلى أدنى مستويات. ناشط آخر غرد قائلا تحت الوسم انفجار بالونة في مصر تسبب في وقوع عشرات الجرحى والقتلى، فيما دأب آخرون على مشاركة أخبار كاذبة بثتها قناة الجزيرة تحت الوسم المذكور. يوما بعد يوم تتكشف الحقائق أمام الرأي العام العربي، حيث بات من المكشوف ألاعيب قناة الجزيرة ومنصاتها الإلكترونية وممارستها نحو ترسيخ الانقسامات والتوترات في المجتمعات العربية. تستضيف مدينة الغردقة اليوم اجتماعات تضم وفودا أمنية وعسكرية ليبية من الطرفين، الجيش الوطني الليبي بالشرق وحكومة الوفاق بالغرب لأول مرة منذ 5 سنوات وبرعاية الأمم المتحدة. تهدف هذه الاجتماعات إلى تقريب وجهة النظر بين الجانبين والتحضير لاجتماعات اللجنة العسكرية 5+5. شهد رئيس هيئة قناة سويس الفريق أسامة ربيع احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين القاطرة لطفي جد الله بقوة شد 70 طن. أكد أسامة ربيع أن الهيئة تعكف على تطبيق خطة متكاملة لتطوير خدماتها اللوجستية والبحرية المقدمة للسفن العابرة في إطار دعم مواردها وتعزيز تنافسيتها والحفاظ على مكانتها الرائدة ضمن استراتيجية 2023. وخلال زيارته للمحافظة تفقد رئيس الهيئة أعمال بناء سفن الصيد بالمرحلة الأولى، وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث أسطول سفن الصيد بناء على تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا الآن مراسلة إكسترا نيوز شيرين مجدي. إليك شيرين. بالفعل دشنت هيئة قناة السويس منذ قليل قاطرة اللواء بحري لطفي جد الله، وهي القاطرة الرابعة من طراز مصاحب، والتي تهدف في إطار الخطة لتطوير الأسطول البحري الخاص بقناة السويس. هذه القاطرة تأتي بقوة شد 70 طن وبطول 35.87 متر وبعرض 12.5 متر وبغاطس 3 متر وعمق 4.5 متر. المزيد عن هذه القاطرة ومدى أهميتها بينضم معنا على الهواء مباشرة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. في البداية بنرحب بحضرتك معنا، ومدى أهمية هذه القاطرة وما ستضيف للأسطول البحري الخاص بقناة السويس؟ حقيقة أن القطارات بالنسبة لقناة السويس حيوية جدا، وإحنا يمكن لما بدأت أنا توليت رئاسة هيئة قناة السويس يعني كان أول حاجة كنت بعملها اللي هي تطوير الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، عبارة عن كراكات وقاطرات والانشاد مرشدين. يمكن احنا عرضنا الخطه الاستراتيجيه على سياده الرئيس، من ضمنها تطوير المجرى الملاحي، تطوير الاسطول البحري لهيئه قناه السويس. القطره دي هتضيف ل ان شاء الله يعني دي يمكن لطفي جد الله دي احنا هنديها للقوات البحريه في تعاون مع القوات البحريه. في الاربع قطرات عملناهم في 8 شهور وده انجاز كبير جدا، منهم 2 للقوات البحريه بالتعاون معاهم و2 للقوات لهيئه قناه السويس. الاثنين لهيئه قناه السويس دول انجاز كبير جدا، مهمين قوي حيويين للهيئه للمجرى الملاحي، لان احنا دايما لازم يبقى في تطوير للقطرات الموجودين. زي ما حضرتك ذكرت ان هي 70 طن شد، قوه شد يعني، وهي دي القوه اللي احنا بنحتاجها في كل السفن تقريبا العملاقه والصغيره وكل حاجه، فهي دي اللي احنا بنستخدمها. اهميه القطرات دي ان بتبدا مصاحبه للسفن،
في العبور في المجرى الملاحي، لا قدر الله سفينه بتحصل لها حاجه هي بتقطرها وتدخلها جراج او تقطرها على الجنب او توسع لها او تتعامل معاها، يعني تساعدها دايما، بتساعد بتساعد في ايه؟ بتساعد ان انا ما بعطلش الكونفوي، لو في حاجه حصل بسحب دي بره الكونفوي والكونفوي يقدر يستمر. احنا قلنا الكونفوي بيعدي في 11 ساعه قافله، يعني قافله تعدي المراكب فيها في 11 ساعه، فلو عطلت مركب وانا ما قدرتش اسحبها بسرعه ورا هيبقى هيتعطل كل المراكب اللي وراها. فده اللي احنا بنعمله، بنعمل جراشات، ده من ضمن التطوير بقى المجرى الملاحي، بنعمل قيصانات، بنعمل شماعات رباط عشان المركب تربط عليها، والقطرات من تطوير السطول بقى ان هي بتتعاون السفن في ان هي تسحبها من المجرى الملاحي لو في اي طارئ موجود فيها. فبالنسبه لاهميتها، لا اهميه كبرى طبعا، واحنا مش هنقف عند كده، احنا خلصنا 4 في 8 اشهر وده انجاز، هنشتغل في 4 تانيين ان شاء الله عشان دايما يبقى لازم في تطوير وتحديث للاسطول البحري. في اطار التحديثات يعني كان لكم في الصباح الباكر جوله في اطار تحديث اسطول الصيد المصري، يعني الى ما وصل هذا التحديث؟ الحقيقه ان الاسطول ده سياده الرئيس كان امر ب 100 سفينه او 112 بالظبط، لان احنا كنا سلمنا 12 قبل كده من سنه، ف 100 جداد عشان الشباب للصيد يعني. فاحنا شغالين فيها، قسمناهم ثلاث مجموعات 34 34 و32، ان شاء الله ال 34 دول هيخلصوا في ديسمبر، منهم 20 هيبقوا خالصين الشهر الجاي. فانا كنت بتفقد اشوف ال 20 دول اخبارهم ايه، لان سياده الرئيس طبعا بيتابعنا على طول عملنا ايه في بلاصات الصيد عشان نسلمه للناس يعني. فانا النهارده كنت بمر على شركه بورسعيديه وشركه الانشائيه عشان نشوف البلاصات، نزلوهم المايه الحمد لله شغالين فيهم على مستوى عالي جدا. البلاصات دي على فكره متطوره قوي، اكتر من 12 اكبر من 12 اللي كانوا قبل كده، اجهزه ومعدات فيهم، اجهزه سونار عشان اكتشاف اماكن السمك، فيهم ثلاجات للثلج عشان اللي يطلع يتجمد، في تحليه ميه عشان لو قعدوا تكفيهم لمده 25 يوم لو قعدوا في بره الميه، فيها كل الامكانيات اللي تضاهي كل سفن الصيد العالميه. فالحمد لله احنا هنبقى جاهزين بال 34 في اخر السنه دي، ويبقى دعم واضافه جديده لاسطول الصيد الموجود المصري ان شاء الله. لو اتكلمنا عن الوضع في المجرى الملاحي لقناه السويس والى ما تاثر بازمه كورونا والايرادات، حجم الايرادات في الفتره الاخيره. الحقيقه ان احنا كنا جاهزين لازمه كورونا من اول ما بدات، لان احنا يعني من ديسمبر يمكن في مصر بدا ياخدوا بالهم اول مارس و20 وابريل، احنا من ديسمبر 19 بدات الصين تقول الكلام ده، لان احنا على طول بنتعامل مع المراكب الاجنبيه، فكنا واخدين بالنا. اول حاجه عملناها ان احنا اولا عملنا عمليات الوقايه والاجراءات الاحترازيه للمرشدين والعمال الرباط والعمال اللي بيساعدوا في الانوار والحاجات اللي هناك، لان بيطلعوا يقابل مراكب اجنبيه جايه من الصين وجايه من كل حته، فبالتالي كنا مجهزين ليهم ان احنا نعاونهم يعني. بعد كده كنا مجهزين برضو ان احنا بقى نعمل حزم تخفيضيه، لان طبعا احنا كنا متاكدين ان لازم التجاره العالميه هتتاثر بازمه كورونا، اللي فعلا في مواني قفلت وفي عمال ما تشتغلش، في ناس قاعده في البيوت، فاحنا عملنا حزم تخفيضيه للتوكيلات كلها وللشركات، وعملنا 17% مثلا اللي جاي من غرب اوروبا، عملنا لغايه 75% اللي جاي من الساحل الشرقي الامريكي، كل دي جذبت عدد من السفن زياده ما كانتش بتعدي. انا عاوز لحضرتك ان 19 20 احنا السنه دي يعني مرر عندنا 19311 سفينه، السنه اللي فاتت ما كانش في ازمه، كانت مرر 18000، فيعني لا احنا حافظنا. وفي اشاده، في اشاده حجم الايراد نفس الموضوع برده، احنا عملنا ايراد 5 مليار 720 دولار. كان في اشاده من المنظمات العالميه بالاجراءات اللي خدتها قناه السويس، وكل الممرات الملاحيه كلها خسرت الا قناه السويس، الحمد لله حققنا مكسب بفضل الله يعني، الحمد لله رب العالمين. يعني سيدات الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، سعدنا بهذا اللقاء على الهواء مباشره. ومشاهدينا، هذه القاطره تم تسميتها على اسم اللواء بحري لطفي جد الله، وهو الذي شارك بفرقته في مهاجمه المدمره الاسرائيليه إليت. ربما هذا هو الوضع لدي، بالعوده اليكم الاستوديو مره اخرى. نعم شيرين مجدي، شكرا جزيلا لك. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون على تمسكه بالمبادرة التي أطلقها نظيره الفرنسي مانويل ماكرون لدعم ومساندة لبنان. أعرب عون خلال استقباله للسفير الفرنسي لدى لبنان عن أسفه لعدم تمكن مصطفى أديب من تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وفق بنود المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الإصلاحات اللازمة. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن القادة في لبنان لم يلتزموا بما تعهدوا به. وخلال مؤتمر صحفي بباريس حول تطورات الأزمة في لبنان، قال ماكرون إن المسؤولين في لبنان فضلوا مصلحتهم على مصلحة لبنان، كما شدد على أن القوى اللبنانية خانت تعهداتها بتشكيل حكومة. يسود الغموض لبنان بعد أن وضع اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن مهمة تشكيل حكومة جديدة، وضع البلاد أمام مخاطر متعددة
وبعد أن أصبحت المبادرات الفرنسية في مرحلة حرجة، خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو متهما القوى اللبنانية بعدم الالتزام بتشكيل حكومة إصلاحات، وقال إن القادة اللبنانيين لم يلتزموا بما تعهدوا به، لكنه أمهلهم من 4 إلى 6 أسابيع أخرى لتشكيل حكومة في إطار المبادرات الفرنسية. القوى السياسية اللبنانية وقادتها وقادة المؤسسات اللبنانية لم يودوا وبكل وضوح وبشكل واضح وعن تصميم وصراحة لم يودوا أن يحترموا التزامهم أمام فرنسا وأمام المجتمع الدولي. خريطة الطريق التي أعددناها في الأول من سبتمبر ما زالت باقية، هي الخيار الوحيد الممكن، هي المبادرة الوحيدة التي اتخذت على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. إذن هذه المبادرة هي مستمرة، لن تسحب من الطاولة. ضبابية المشهد عبر عنها مواطنون لبنانيون أبدوا توقعات متشائمة تجاه مستقبل البلاد مع استمرار خلافات الفرقاء على الحقائب الوزارية، مشيرين في تصريحات الإكسترا نيوز إلى أن الليرة تراجعت مجددا أمام الدولار. اعتكاف أو اعتذار رئيس الحكومة أكيد هذه نكسة كبيرة للبنان، لأنه لبنان بحاجة لحكومة يعني خالية من الأحزاب وفي حكومة اختصاصيين. الزعامات السياسية ما عندهم اهتمام بالوطن، عندهم اهتمام بسرقاتهم وسمسراتهم، لذلك ما بيقدر يألف حكومة إذا ما كانوا هن مألفينها. مشان هيك ما حيقدر يألف حكومة لا هو ولا غيره. الوضع في لبنان ما حيصير جيد نهائيا، سيء من سيء إلى أسوأ. هي هذه بالتوافق وشغلة أحزاب اللي نحن بعمرنا ما حنكون مستقلين منهم، وحيضلهم هن أصحاب القرار بالتشكيلات وبالتعيينات وبكل قرار يخص الدولة. الأحزاب حيكون إلى إيد. ووفقا للدستور يتعين على رئيس الجمهورية إجراء مشاورات برلمانية ملزمة جديدة لتكليف رئيس وزراء جديد من أجل تشكيل الحكومة، لكن هذه العملية مهددة مرة أخرى بالتأجيل والتأخير وربما الفشل مجددا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من بيروت جورج العقوري الكاتب الصحفي. أستاذ جورج، بعد التحية، نتحدث عن تعنت من بعض القوى السياسية وفشل مصطفى أديب في تشكيل الحكومة، وإيمانويل ماكرون يقول إن مسؤولين في لبنان فضلوا مصلحتهم على مصلحة لبنان. إذن ما السيناريو المتوقع؟ ما السيناريو القادم؟ أني أعتبر أن ما وصل إلي رئيس فرنسا كان متوقعا من قبل بعض اللبنانيين الذين خبروا ممارسات هذه الطبقه السياسيه. لذا على سبيل المثال خلال لقاء قصر الصنوبر في الاول من ايلول، في مساء الاول من ايلول، حاول بعض الاطراف السياسيه ان تذهب مباشره الى جوهر المشكله في لبنان او الى العامل الرئيسي في لبنان، وهو مسألة ازدواجية القرار والسلاح وموقع حزب الله الذي يفوق حجم الأحزاب الطبيعية وارتباطاته الخارجية. فاختار ماكرون أن يؤجل الملف، وهو يصطدم مجددا كما أعلن بالأمس بعدة عقبات، من بينها عقبة الثنائي الشيعي، ومن بينها حديثه عن الدور الذي يلعبه حزب الله في سوريا. يعني الرئيس الفرنسي شخص المشكله، ولكن اللبنانيون شخصوها من قبل، وهم بحاجه الى يعني الى الى فعل اكثر من تشخيص. ربما اعطى فرصه ثانيه، هي مهله الشهر، وبالانتظار سيكون هناك يعني تمهيد لمؤتمر دولي لمساعده الشعب اللبناني مباشره. نعم استاذ جورج، يعني نريد ايضا ان نتطرق الى نقطه ان الرئيس اللبناني ميشيل عون اكد على تمسكه بالمبادرة التي أطلقها نظيره الفرنسي. ما الذي ما ممكن أن يقوم به الرئيس اللبناني ميشيل عون لتنفيذ هذه المبادرة؟ أولا على الرئيس ميشيل عون أن يعني أن يسهل ولا أن يلتزم بالأجواء الثنائي الشيعي كما حدث مع عديد، لأن يعني الخفايا ما جرى تشير إلى أنه قبل ليلة من الاستقالة يوم توجه الرئيس أديب إلى قصر العبدة كان يصطحب معه تشكيلة من 14
وزيرا، لكن الرئيس عون رفض الخوض بها بناء على اتصال مسبق بينه وبين رئيس حزب الوطن المقاوم نائب محمد راعد، الذي تمنى عليه عدم الخوض بها، لان مجرد الخوض بها هو دخول في مناقشه الحكومه فيما كان موقف ثنائي شيعي متسلط، ولم يرضى اي تنازل عن ان يسمي الوزراء الشيعه وعن ان يحسب حقيبه المال. لذا المطلوب من الرئيس عون ان يعني ان يمارس دوره فعلا كرئيس للجمهوريه، وان يكون مستقلا ويحاول ان يبتعد هو وفريقه عن لعبه المحاور وعن استدراج حزب الله لبنان الى مستوطنات المنطقه وخصوصا الى المحور الايراني. نعم، من بيروت جورج العقوري الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل لجان للتحقيق في الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية. وأوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن اللجان ستضم أعضاء من البرلمان ومن لجنة الأمن والدفاع للتوصل إلى نتائج جيدة، كما أشار إلى أنه تم التوصل إلى نتائج متقدمة في ملف اغتيال الناشطين. قالت صحيفة واشنطن بوست إن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة العراقية أنها تخطط لانسحاب كامل من السفارة الأمريكية في بغداد ما لم يتم إنهاء الهجمات التي تستهدفها. أضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقرار مساء السبت الماضي. وقال مسؤولان غربيان للصحيفة إن البعثات الدبلوماسية الموجودة في المنطقة الخضراء تم إبلاغها بالخطة الأمريكية. أشارت الواشنطن بوست إلى أن البيت الأبيض لم يوضح ما إذا كان الرئيس ترامب قد وقع على القرار من عدمه حتى الآن. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا وسام صباح الكاتب والمحلل السياسي العراقي. بعد التحية نتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية معترضة على ما يتم في المنطقة الخضراء، وهناك بالفعل الكثير من العمليات الأمنية التي نجحت إلى حد كبير في تكثيف منابع الإرهاب، لكن ما زالت بالتأكيد هذه العمليات مستمرة. ما المتوقع من قبل الحكومة العراقية لحماية المنطقة الخضراء، وأيضا عندما نتحدث عن نتائج متقدمة في ملف اغتيال الناشطين؟ تحياتي لكم ولقناتكم الموقرة. بالنسبة إلى الصواريخ التي تطلق على السفارة الأمريكية على المنطقة الخضراء أو العسكريين الأمريكان، يعني كما تدعي بعض من يطلق هذه الصواريخ بالمقاومة العراقية المتمثلة ب يعني أحزاب مسميات حزبية موجودة هناك، بأنه يحاولون إخراج القوات الأمريكية، وأيضا حتى أنه تصريحات إيرانية بأنه لا يجب فقط إخراج يعني مثلا الأمريكان من العراق وإنما من بعض الدول الأخرى. المهم استقرار الوضع في هذه المنطقة يكمن في أنه يجب حماية السفارات العراقية، وهذا ما صرح به السيد مقتدى الصدر في مسألة أن يكون العراق عراقا قويا يحكمه القانون، وأن يكون السلاح بيد الدولة لا بيد ميليشيات وبيد أحزاب سياسية، وأيضا عدم الارتباط بدول الجوار خاصة إيران، بعض الأحزاب السياسية التي تأخذ أوامرها من تلك الدولة الجارة إيران. أيضا في نفس الوقت نلاحظ أنه هذه الصواريخ التي تطلق على المنطقة الخضراء، مقر الحكومة العراقية ومقر السفارة الأمريكية وبعض البعثات الدبلوماسية، يجب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة في سبيل حماية الممثليات الدبلوماسية الموجودة داخل العراق من قبل قوات متمرسة، قوات يعني تستطيع حماية تلك البعثات الدبلوماسية. وكما نرى على السفارة الأمريكية بعض الأسلحة المتطورة جدا. هناك تصريح آخر لأحد قادة المقاومة كما يسمون أنفسهم، بأنه
يعني توجد أسلحة الآن دخلت أسلحة دقيقة إلى هذه المقاومة تستطيع ضرب بها القوات الأمريكية، فيجب على الحكومة العراقية أن يكون هناك حوارا في إخراج القوات الأمريكية من داخل العراق، وأيضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق. نحن يعني نقول بأنه ليس فقط أمريكا هي التي تخرج من العراق، ولكن كل من له يد داخل العراق وارتباطه بدول أخرى يجب رفع هذه اليد عن تلك الدول حتى يستتب الأمن في العراق، وأن تكون دولة قانون لا كما تسمي أو نسميها الدولة العميقة التي لها يد وسطوات في داخل وخاصة الاقتصاد العراقي، حيث نجد الفساد الإداري والمالي. هذا كله تستطيع الحكومة الآن كما يفعل السيد مصطفى الكاظمي في مسألة درء هذه الخطورة، وخاصة عندما أمريكا صرحت بأنه سيكون هناك عقوبات على بعض المسؤولين وعلى بعض الأحزاب اللي موجودة داخل العراق التي تحاول السيطرة على الوضع. وأعتقد أنه أمريكا لديها خطة عسكرية أنه قد تضرب العاصمة أو تضرب الأماكن التي تتواجد فيها الأحزاب السياسية أو بعض الأحزاب الموالية والتي تضرب القواعد الأمريكية والمنطقة الخضراء. لديها خطط كثيرة، والسيد بومبيو وزير خارجية أمريكا قد حذر الحكومة العراقية بأنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق من يطلق الصواريخ على الساحة الأمريكية. أستاذ وسام صباح الكاتب والمحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات. اعتصم عشرات المحامين والقضاء أمام مبنى قضائي في العاصمة الجزائرية احتجاجا على النظام القضائي في البلاد والذي طالبوا بتغييره. أدل المشاركون في التظاهرة تراجع مسألة الحريات والحقوق التي كانت مطلبا رئيسيا في الحراك الشعبي، ويدفع نشطاء حقوقيون بوجود حملة جديدة على المعارضة لمنع إحياء الاحتجاجات الجماهيرية التي أطاحت بالنظام السابق. أعلن وزير خارجية أذربيجان عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 19 آخرين منذ اندلاع الاشتباكات مع القوات الأرمينية في إقليم ناغورنو قرى باغ المتنازع عليه بين البلدين. وفي غضون ذلك أعلن رئيس أذربيجان تعبئة عسكرية جزئية في البلاد في عقاب الاشتباكات مع القوات الأرمينية. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مستجدات الوضع في إقليم قرى باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان. وأكدت الرئاسة الروسية في بيان لها أن المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الأرميني تناولت التصعيد الحاد في قرى باغ، ومشيرة إلى أن بوتين أعرب عن بالغ قلقه إزاء تجدد القتال بين طرفي النزاع، كما أكد على أهمية بذل كافة المساعي اللازمة لمنع استمرار التصعيد ووقف الأعمال القتالية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تتابع أحداث العنف الدائر بين أرمينيا وأذربيجان باهتمام كبير. وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن واشنطن تسعى إلى وقف القتال بين الطرفين اللذين تبادلا قصفا عنيفا خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى وقوع خسائر بالأرواح.
أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلقه بشأن هجوم الديمقراطيين على نزاهة الانتخابات، كاشفا عن بعض الحوادث التي تثبت صحة مخاوفه بحسب تعبيره. كشف ترامب عن اعتبار 25% من بطاقات الاقتراع عبر البريد في بروكلين باطلة خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في يونيو، فيما تم إلغاء ما يقرب من 20% من الأصوات في نيوجيرسي. أضاف ترامب أنه تم رفض أكثر من 35,000 بطاقة اقتراع بالبريد في فلوريدا. أكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن روسيا لن تستطيع التأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الولايات المتحدة في 3 نوفمبر المقبل. وفي مقابلة تلفزيونية قال بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب نجحت في حماية صوت كل ناخب في العام 2018 خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وبعثت برسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة، مبديا ثقته في أن واشنطن ستنجح في إجراء انتخابات موثوق بها وآمنة. كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبه بأن يجري منافسه الديمقراطي جو بايدن اختبار منشطات قبل المناظرة الأولى بينهما والمقررة يوم الثلاثاء أو بعدها. كتب ترامب على تويتر أنه سيوافق على إجراء هذا الاختبار أيضا، وأضاف أن أداء بايدن كان متفاوتا في المناظرات بسبب المنشطات، لكنه لم يسند اتهامه لخصمه بأي دليل ملموس. قبل أقل من 6 أسابيع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأنظار ما زالت تتجه نحو الولايات المتأرجحة، الولايات التي تتغير ميولها بحسب المرشح. ويبدو أن الاقتصاد سيكون فرس الرهان في الانتخابات بتلك الولايات، خاصة في ظل الضرر الذي لحق به جراء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. تحركات متسارعة كانت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في ولايات ويسكونسن ومينيسوتا وأريزونا وأيوا، إحدى الولايات المتأرجحة، في محاولة لجذب انتباه الناخبين فيها من دون اهتمام واضح بولايات أخرى ذات ثقل في الميزان الانتخابي. من بين الولايات الست المتأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين تبدو ولاية ويسكونسن أكثر اضطرابًا، فالولاية تنفرد بارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، والذي يزيد ما يقرب من 2.5 مرات عن المعدل في الولايات المتحدة. أمر دفع حاكم الولاية إلى إعلان حالة الطوارئ بعد تسجيل أكثر من 1900 حالة جديدة في المتوسط يومياً. أما استطلاعات الرأي فتظهر تقدم بايدن في ولايتين فقط من الولايات الست المتأرجحة، هما ميشيغان وويسكونسن. في ولاية بنسلفانيا كان معدل البطالة الذي بلغ 10.3% في أغسطس أعلى من أي ولاية أخرى من الولايات المتأرجحة، حتى مع انخفاض عدد حالات الإصابة بكورونا هناك، فيما بلغ معدل البطالة في ولاية أريزونا 5.9%، وهو الأدنى بين تلك الولايات. إذن سيقرر الناخبون الأمريكيون في 3 نوفمبر المقبل ما إذا كان ترامب سيبقى في البيت الأبيض لمدة 4 سنوات أخرى، أم أن بايدن الذي كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما سيجلس في المكتب البيضاوي الشهير. وكلاهما يأمل في حصد أصوات الولايات المتأرجحة لما تمثله من أهمية بالغة في حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية. وعودة مشاهدي الكرام لاستضافة مدينة الغردقة اليوم لاجتماعات تضم وفودا أمنية وعسكرية ليبية من الطرفين، الجيش الوطني الليبي بالشرق وحكومة الوفاق بالغرب لأول مرة منذ 5 سنوات وبرعاية الأمم المتحدة. للمزيد تنضم إلينا الآن مراسلة إكسترا نيوز الزميلة سارية ياسين. إليك سارية.
نعم دعاء، شكرا جزيلا. منذ قرابة الساعتين تقريبا من الآن بدأت هذه الاجتماعات، اجتماعات وفود أمنية وعسكرية هنا في مدينة الغردقة، وفود أمنية وعسكرية ليبية طبعا في مدينة الغردقة برعاية الأمم المتحدة. لأول مرة منذ عدة سنوات تجلس هذه الأطراف سويا على طاولة الحوار للوصول لتفاهمات عسكرية، وبالطبع هذه التفاهمات العسكرية هي بداية لحل سياسي على الأرض في ليبيا. كما ذكرنا هي طبعا هذه الاجتماعات تأتي بعد عدة سنوات يجلس فيها الطرفين مع بعض، تقريبا أربعة من الوفود الأمنية والعسكرية جاءت من الشرق الليبي، خاصة من القوات أو من الجيش الوطني الليبي في الشرق، وأيضا أربعة وفود أمنية وعسكرية من الغرب تابعة لحكومة فايز السراج للوصول لتفاهمات عسكرية كما ذكرنا بداية للحل العسكري في ليبيا، وطبعا بدعم من الحكومة المصرية التي تعمل منذ عدة سنوات للوصول لحل للأزمة الموجودة في ليبيا، وبعد طبعا ثقة بطبيعة الحال من كافة الأطراف الليبية التي بهذا الاجتماع تؤكد على ثقتها في مصر وعلى التعاون أيضا مع مصر في حل الأزمة الليبية. وهذا التعاون طبعا يأتي بعد دعم مصر للحل السياسي في ليبيا، بعد دعم مصر لرعاية الأمم المتحدة للحوار في ليبيا بين كافة الأطراف والفرقاء الليبيين، وطبعا دعم كبير تقدمه البلاد لذلك. عدد من الموضوعات وعدد من البنود سيتم مناقشتها في هذه الاجتماعات المستمرة لمدة 3 أيام في مدينة الغردقة. من أبرز وأهم هذه البنود هي الوصول لثقة وتقارب في وجهات النظر ما بين الأطراف الموجودة، لاعتماد أو ليكون هناك لجنة ليبية أو لاعتماد طبعا قرارات تخرج إلى اللجنة الليبية العسكرية، لجنة 5+5. هذه اللجنة التي تعتبر لجنة منبثقة من مخرجات مؤتمر برلين، وبعد ذلك سيكون هناك إقرار من قبل الأمم المتحدة لهذه التفاهمات وهذه القرارات وصولا لحل سياسي، وصولا لحكومة موحدة في ليبيا وقوات أيضا حتى عسكرية موحدة. الحل العسكري طبعا هو بداية للحل السياسي على الأرض. أيضا الأمر الآخر هو تأكيد الالتزام على وقف إطلاق النار في ليبيا، وأمر أيضا مهم جدا، عدم انزلاق القوات الليبية مرة أخرى إلى النزاعات العسكرية على الأرض مرة ثانية، والخروج برؤية موحدة من هذا المؤتمر أيضا هو أمر هام جدا. أخيرا، هذه الاجتماعات هي اجتماعات مغلقة من اليوم الأول، هي اجتماعات ستكون سرية، سرية هذه الاجتماعات هي ضمانة لنجاحها لكي لا يكون هناك أي ضغط من قبل أي من الأطراف لهؤلاء المشاركين أو هذه الوفود الأمنية والعسكرية المشاركة في هذه الأطراف، وهو استكمال لما تقوم أيضا به مصر من دعم للحل السياسي ودعم للحوار في ليبيا، دعم بناء المؤسسات التنفيذية والتشريعية أيضا في ليبيا، وما شاهدناه على مدار سنوات، والأسبوع الماضي شاهدنا استقبال الرئيس أيضا لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأيضا رئيس الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر هنا في مصر. لازالت هذه الاجتماعات مستمرة، نحن في انتظار أن يكون هناك بيان في نهاية اليوم من الأمم المتحدة عن أبرز وأهم الموضوعات وأيضا القرارات التي تم الوصول إليها في بداية اليوم الأول. نعم سريع ياسين، شكرا جزيلا لك. تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد عتبة 1,000,000 حالة وفاة في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر من عام 2019. وبحسب إحصائية لوكالة فرانس بريس بالاستناد إلى مصادر رسمية، فإن إجمالي الوفيات هذا من أصل أكثر من 33,000,000 إصابة في مختلف أنحاء العالم. أوضحت الوكالة أن المنطقة الأكثر تضرراً بالوفيات هي أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بعدد وفيات وصل إلى أكثر من 341,000 وفاة.
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن إصابات كورونا اليومية قد تتجاوز 19,000 حالة في البلاد إذا استمر الاتجاه الحالي، ومشددة في الوقت ذاته على ضرورة استمرار عمل الاقتصاد. أكدت ميركل خلال اجتماع مع قادة حزبها المسيحي الديمقراطي على ضرورة التدخل بشكل سريع لاحتواء العدوى. وفي غضون ذلك أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن ألمانيا سجلت أكثر من 1,100 إصابة جديدة بالفيروس فضلا عن 3 وفيات. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 36,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 266 حالة وفاة. أوضحت أن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى أكثر من 7,115,000 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 204,700 حالة. أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل أكثر من 8,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية بالفيروس منذ 16 من يونيو الماضي. ارتفعت بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى أكثر من 1,159,000 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 20,000 حالة بعد تسجيل 61 حالة وفاة جديدة. توصلت دراسة طبية حديثة أجرتها جامعة واشنطن إلى أن المتعافين من فيروس كورونا عرضة للمعاناة في المستقبل من مشكلات في القلب رغم مرور فترة طويلة على إصابتهم. أوضحت الدراسة أن بعض المتعافين قد يعانون من ضيق في التنفس وألم في الصدر وخفقان القلب، وفي بعض الحالات يمكن أن يحدث التهاب في عضلة القلب والإصابة بسكتة قلبية، مما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة في المستقبل. وصلت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم إلى محافظة المنيا استكمالا لفعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، والتي تهدف إلى توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. من المقرر أن تعقد الوزيرة لقاءات مع أهالي المحافظة لاستعراض عدد من النماذج لمخاطر الهجرة غير الشرعية، هذا بالإضافة إلى استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة. أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض تراثنا، والذي ينظمه الجهاز تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 من أكتوبر المقبل. أشار الجهاز إلى أن المعرض سيقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع 5 ولمدة 5 أيام، ويتيح المعرض مختلف المنتجات التراثية المتميزة ومنها الموبيليا والديكورات والتحف والانتيكات ووحدات الإضاءة النحاسية والخشبية وسجاد اليدوي الحرير وغيرها من المعروضات المتنوعة. فقدت الجمهورية العربية المتحدة وفقدت الأمة العربية وفقدت الإنسانية كلها رجلاً من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال والرئيس جمال عبد الناصر. قناة السويس بقت بتاعتكم، بنوك بقت بتاعتكم، شركات انجلترا الصناعية اتأممت، ما حاولتش ملكيتها باسمي، ما فيش حاجة بملكها في هذه البلد أبا إلا السادة. الفقراء ليهم الجنة، والفقراء دول ملهمش نصيب في الدنيا، نصيبهم بس في الآخرة.
تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. اليوم ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر والذي رحل عن عالمنا في عام 1970 بعد أن قاد حركة التحرر في مختلف دول العالم وقدم نموذجا يحتذى به في الاستقلال والإخلاص للوطن. جمال عبد الناصر ما بين مولده في يناير من عام 1918 ورحيله في 28 من سبتمبر من عام 1970 تاريخ زعيم ترصعت سطور حركات التحرر ضد الاستعمار باسمه. جمال عبد الناصر أو ناصر كما أطلق عليه الغرب هو ابن قرية بني مر بمحافظة أسيوط، ولد بالإسكندرية وكان مهموماً بالوطن وبتحرره من الاستعمار منذ بدايته الأولى. والفقراء دول ما لهمش نصيب في الدنيا، نصيبهم بس في الآخرة، هم عايزين أيضا نصيب صغير في الدنيا ويديكوا أصادوا نصيب في الجنة. التحق بالكلية الحربية ليتخرج منها ضابطا، وشاء القدر أن يذهب في عام 1948 إلى فلسطين ضمن الجيوش العربية لمحاربة إسرائيل ليتعرض للحصار في منطقة الفلوجة، وهناك كانت اللحظة الفارقة في حياته وحياة مصر. أدرك وقتها الشاب جمال عبد الناصر أن الحرب الحقيقية في القاهرة، فقام بتكوين تنظيم الضباط الأحرار الذي ضم مجموعة من شباب ضباط الجيش المصري، اجتمعوا معا على هدف مشترك، فكانت ثورة 23 من يوليو من عام 1952 بداية عهد جديد للمصريين. ألغيت الملكية وأعلن قيام الجمهورية وانطلق ناصر نحو بناء الدولة أسوة بما فعله محمد علي باشا، وجعل من مصر سنداً للدول العربية والأفريقية وللساعين نحو التحرر والاستقلال في آسيا وأمريكا اللاتينية. وفي عام 1955 قام ناصر مع الزعيمين الهندي نهرو واليوغوسلافي جوزيف تيتو بتأسيس حركة عدم الانحياز، والتي استهدفت دعم استقلال دول العالم الثالث عن القوى الكبرى. سعي ناصر لبناء دولة قوية اقتصادياً وسياسياً كان كافياً لأن يضعه في مواجهة مع الغرب. إحدى صفحات تاريخه كانت رفض تمويل بناء السد العالي، فجاء الرد بتأميم قناة السويس. تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. لتحل الصفحة التالية، العدوان الثلاثي على مصر، لكنه انتهى بانتصار إرادة الشعب المصري ليمضي ناصر في مشروع البناء، حتى كانت الصفحة الأشد قسوة ومرارة في حرب الخامس من يونيو من عام 1967 ليعلن تنحيه عن الحكم، لكنه استجاب لإرادة الشعب ويكمل المسيرة. وبعد شهر تقريباً بدأت حرب الاستنزاف التي كلفت إسرائيل الكثير، وازدادت وتيرة العمل على إعادة بناء وتسليح الجيش. وفي 28 من سبتمبر من عام 1970 أعلن وفاة الزعيم، لتخرج الملايين في مشهد لن تنساه الذاكرة المصرية والعربية.
تابع وزير الإسكان عاصم الجزار موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بعدد من المحافظات والمدن الجديدة. أكد وزير الإسكان على ضرورة المتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومشددا على عدم التعامل في أي مشروعات مستقبلية مع الشركات المتقاعسة. كما أكد على إعطاء حجم أعمال يتناسب مع إمكانات المقاولين في المشروعات المستقبلية. أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عن توفير 716 مليون جنيه لتنفيذ 4000 مشروع بالمحافظات خلال أغسطس الماضي ضمن مبادرة مشروعك. أشار التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي عن متابعة تنفيذ برنامج مشروعك أن المشروع منذ انطلاقه وحتى شهر أغسطس الماضي نفذ 154 ألف مشروع في المحافظات بقروض بلغت 15.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذه المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 864 ألف فرصة عمل. قال وزير المالية محمد معيط إن المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك ما يغلاش عليك تشمل جميع السلع غير الغذائية. وخلال لقائه مع ممثلي كبرى السلاسل التجارية في مصر، أكد وزير المالية أن المبادرة تستهدف كسر حالة الركود وتنشيط السوق وتحفيز الطلب على المنتج المحلي، بالإضافة إلى رفع القدرات الشرائية للمواطنين وتحسين معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي على النحو الذي يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد. يقام يوم الاثنين 4 مباريات في الجولة 30 من الدوري الممتاز، يلتقي خلالها فريق سموحة مع حرس الحدود في 3 عصرا، ويواجه الانتاج الحربي ضيف وادي دجلة، ويحل الاسماعيلي ضيفا على طلائع الجيش في 5:30 مساء، بينما يستضيف أسوان فريق المصري في 8 مساء. يواجه فريق ليفربول نظير أرسنال اليوم في قمة مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي، سيقام اللقاء في 9 مساء. يمتلك رفقاء صلاح 6 نقاط من فوزين متتاليين، كما يمتلك أرسنال نفس عدد النقاط. وصلنا لختام النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. مدبولي يكلف بإعداد خطة تنفيذية لتنظيم الأسرة ويؤكد العمل على توفير التمويل اللازم لها. الوطنية للانتخابات تعلن عن قبول 4006 مرشحين للفرد و8 قوائم في انتخابات مجلس النواب. مرصد الفتاوى التكفيرية يدعو إلى مواجهة الأبواق الإعلامية لجماعات الإرهاب والتطرف. وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة أكسترا نيوز هو 11785 فيرتيكال. شكرا لكم وإلى اللقاء.